السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياسكا. شاهدوا هذه لقطات تحديد للكثير من أنصار شبيب القبائل أهم السائين، ربما لقطات يعني صراحة ربما تواحد مبتدئ كاد أن يكلف شبيبة القبائل الخسارة اليوم. وجب على حديد أن ينتبه ويركز، لأنه الفريق بحاجة إلى كل لاعبيه مركزين. أربع لقاءات نارية تنتظر شبيبة القبائل. دوك نحكي عليهم، لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركونا تعليق. هل لقطات حديد ربما كان قادر يكلف خسارة شبيبة القبائل؟ على حديد أن ينتبه، وحنا نتمناو منه أنه يكون مركز أكثر وأكثر، لأنه هذه اللقطات والله سامحني يعني صراحة مع كل احتراماتي ليس بلقطات حارس شبيبة القبائل. نتمنى أنه السرعة والسرعة إن شاء الله يا رب العالمين، ربي شافي الحارس رحماني لحراسة عرين شبيبة مرمى شبيبة القبائل. نتمنى ذلك الشفاء العاجل إن شاء الله. مباريات أو لأربع لقاءات نارية تنتظر شبيبة القبائل كلها أمام أصحاب المقدمة. شبيبة القبائل اتحاد خنشلة، اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل وشبيبة القبائل وفاق صيف، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد. تقريب مباراة شبيبة القبائل صعبة، تستقبل الفرق القوية شبيبة القبائل، وهذا حاجة مهمة لشبيبة القبائل في مشوارها. جيب الصعاب، لازم في أول نوفمبر تكون محضرة جيدا وجدا وجيدا. هذه الأربع لقاءات النارية التي تنتظر شبيبة القبائل. قالكم أي جودي، لازم لترافاي، وإن شاء الله العمل والخدمة والقدام. الأنصار شاهدناهم كيفاه ديبلاصاو اليوم، ومادام عجبهم اللعب الأنصار سيرجعون إلى المدرجات ويكونوا رقم 12 في التشكيلة، ويكونوا سند رقم واحد إن شاء الله، ولما لا مساندة الفريق حتى يحقق مبتغاه. لما لا ننتظر الكثير من شبيبة القبائل. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركونا تعليق. نتمنى الشفاء لرحماني بسرعة ويساند التشكيلة تشبيبة القبائل. سلام خوتي.